السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا الكريم وبارك في علمك. حكم الانحناء عند التحية يا شيخ، شاهد بعض الأبناء حينما يقابلون آبائهم ينحنون ومن ثم يقومون بتقبيل أيدي والديهم ثم يضعون أجباههم على يد والديهم أكثر من مرة. سؤالي، سلمك الله على الانحناء في التحية، وما حكم فعل هؤلاء الأبناء؟ بارك الله في علمكم. الحمد لله، لا يجوز للإنسان في حال السلام أن ينحني، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. فلا يجوز للإنسان أن ينحني في السلام لأحد، كما أنه لا يجوز له أن يضع يد المسلم عليه على جبهته، لأن العلماء يقولون وضع الشيء على جبهة من السجود سجدة صغرى، سجدة صغرى سماها السلف السجدة الصغرى. فلا يجوز للإنسان وفقكم الله أن ينحني، لكن اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يقبل يد أمه أو أبيه واستلزم ذلك الانحناء فلا بأس، لأن الانحناء ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما هو من باب اللزوم والضرورة لتقبيل اليد حتى لا يكلف أباه للقيام أو التحرك، فإنه ليس من الأدب أن يقول لأبيه قم لأقبل يدك حتى لا أنحني عليها. فالمحرم في الأدلة إنما هو الانحناء المقصود لذاته، وأما إذا كان الانحناء وسيلة لتقبيل رأس الوالد أو لتقبيل يده فلا بأس، فإذا يجوز وسيلة ولا يجوز إذا كان مقصودا لذاته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحيانا أهل العلم في ذكر الخلاف كابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم، أحيانا عندما يذكرون الخلاف يذكرون يحترون أحد الأقوال، يعني يقول القول الأول أو القول الثاني قال به كذا وكذا ثم يقول وبه نقول. وابن عبد البر أحيانا فعل هذا في التمهيد، وكذلك ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني وغيرهم. فهل هذا الاختيار، اختيار الإمام هذا، يعد ترجيحا؟ بمعنى أننا إذا ذكرنا الخلاف نقول مسألة مثلا اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال أو على قولين، القول الأول قال به فلان وفلان والثاني والثالث نقول والقول الراجح هو القول الأول الذي اختاره أو رجحه ابن المنذر أو ابن قدامة أو غيرهم، يعني الاختيار الإمام هل نستطيع هو نقول أنه ترجيح لأحد الأقوال في المسألة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. وبعد، متى ما قرأنا عن أحد من السلف يعرض خلافا ثم يقول في أحد الأقوال وبه أقول فإنه يعتبر ترجيحا يخصه هو، بمعنى أن كلمة وبه أقول مرادفة لقولنا والصواب في المسألة كذا وكذا، ومرادف لقولنا والصحيح في المسألة كذا وكذا، ومرادف لقولنا والراجح في المسألة كذا وكذا، ومرادف لقولنا الذي أميل إليه في المسألة كذا وكذا. ولكن ليس هذا دليلا على أنه الترجيح المطلق الذي هو الحق المطلق، وإنما هو مطلق الترجيح فيما يخصه هو على حسب نظره واجتهاده هو. فربما نحن إذا نظرنا في هذه المسألة نختار قولا غير قوله، فقول الإمام وبه أقول هذا يخص ترجيحه المبني على نظره واجتهاده هو، وفقك الله، فليس هو الراجح الرجحان المطلق الذي لا تجوز مخالفته، وإنما مطلق الترجيح على حسب ما نظر هو في المسألة ونظر براهينها ونظر أدلتها، فهو ترجيح يخصه وليس ترجيحا يلزم من بعده الأخذ به، فقد يكون من بعده ينظر في المسألة وفي أدلتها وبراهينها فيختار قولا آخر غير الذي يقوله صاحب الكتاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلومكم. شيخنا الشيخ وليد، من صلى الوتر قبل الفجر ركعة أو ثلاث ركعات هل يعتبر أنه قام من الليل، أي أنه صلى من الليل، أم أن الوتر مغايرة لصلاة الليل؟ أو وكذلك من صلى بعد العشاء ركعتين هل يعتبر ذلك من قيام الليل إذا
إذا كانت بعد الراتبة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، كل من صلى فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإنه يعتبر قد صلى صلاة الليل، ولكن صلاة الليل تختلف، فإن أفضل صلاة الليل في الثلث الأخير لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث خارجة بن حذافة السهمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر يفعل فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكل صلاة يصليها الإنسان فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإنها تعتبر من صلاة الليل، فإنها تعتبر من صلاة الليل، ولكن كلما تأخر الإنسان بصلاة الليل إلى ما بعد ثلث الليل فلا جرم أن ذلك أفضل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له. وفي صحيح مسلم: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فكلما تأخر الإنسان بصلاته إلى ثلث الليل الآخر كلما كان ذلك أفضل وأدخل في مسمى قيام الليل. ولكن لو صلى الإنسان بعد صلاة العشاء ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات أو أقل أو أكثر، أو أنه أوتر بعد العشاء مباشرة، فإن ذلك يعتبر من صلاة الليل ولا شك في ذلك. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصاب، إنه فقيه. وفي رواية ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة ومعه مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. فدل ذلك على أن كل من صلى فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإنه يعتبر قد صلى صلاة الليل أو صلى من الليل، لكن أفضل صلاة الليل هو آخرها، يعني في الثلث الأخير، يعني في الثلث الأخير. ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فافعل. أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذه الساعة فافعل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال يقول: حكم لبس المفصل في الصلاة،
مثل ما يسمى الشد وغيره من بعض الشباب الذين يلبسون الشد مثلا تحت يلبسون شورت ثم بعد ذلك يلبسون الشد تحت ويصلون فيه، حكم ذلك؟ أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين وبعد، أنا لا أعرف هذا النوع من اللباس الذي ذكرته ولم أطلع عليه في الحقيقة، ولكن الذي أعرفه أن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا كان ما سميته بلباس الشد يتضمن ستر العورة ولا يوجب انكشاف شيء منها فإن الصلاة تعتبر صحيحة. وأما تحجيم جسم الرجل في الصلاة فإنه لا بأس به، وإنما المهم أن يلبس لباسا لا يشف عن عورته ولا يوجب انكشاف شيء منها. وأما تحجيم مؤخرته أو تحجيم فخذيه فإن ذلك لا يعتبر مبطلا لصلاته. ففرقان بين أن يلبس لباسا شفافا أو يلبس لباسا يوجب انكشاف شيء من عورته، وبين أن يلبس لباسا ساترا للعورة لكن يحجمها، فإذا كان ساترا ويحجمها فإن صلاته صحيحة. وأما إذا كان يوجب انكشاف شيء من عورته إما لكونه شفافا أو لكونه صغيرا تبين منه العورة في حال الركوع والسجود فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك، ما حكم من صلى الصلاة الذي يقرأ بها جهرا صلى بها سرا؟ الحمد لله وبعد، المتقرر في القواعد أن الإسرار فيما يسر والجهر فيما يجهر إنما هو من جملة السنن والمندوبات وليس من جملة الواجبات المتحتمات، وبناء على ذلك فلو أسر في جهرية أو جهر في سرية فإنه لا يرجع على أصل صلاته بالبطلان، فصلاته تعتبر صحيحة ولكنها ناقصة الأجر بسبب مخالفته للسنة. فإن المتقرر في القواعد أن التعبدات لا بد أن تكون متضمنة للإخلاص والمتابعة، فالمتابعة في الأمر الواجب واجبة والمتابعة في الأمر المسنون سنة، فإذا قررنا بأن الإسرار والجهر في الصلاة السرية أو الجهرية من جملة السنن فمن خالف ذلك وجهر في سرية أو أسر في جهرية فلا يعتبر ذلك تركا للواجب الذي يرجع على أصل صلاته بالبطلان، وإنما يعتبر ذلك من ترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته صحيحة. فلو صلى الظهر جهرية وكان منفردا أو صلى المغرب منفردا سرية فإن ذلك لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، صلاته صحيحة. ولكن على العبد ألا يتساهل في اتباع السنة، فإن العبد متى ما عود نفسه على التساهل في ترك السنة فإنه بعد زمان ستتعود نفسه على ترك الواجبات، فإنما جعلت السنن في الشرع سياجا يحمي الواجبات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القوة في الدين، والله أعلم.